أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. في البداية وقبل كل شيء، لابد أن نتذكر الشهداء الذين سقطوا على مدى 7 سنوات، ومن أجلهم نقرأ جميعا سورة الفاتحة المباركة. ثم لأننا نحيي ذكرى الثورة في عامها 7، لابد أن نتوجه بالتحية وبالشكر أولا، وحتى ربما قبل أن نتوجه بالشكر إلى الشهداء نتوجه إلى عرضنا في البحرين، وأقصد بذلك نساؤنا في البحرين، نساؤنا وأمهاتنا، نساء المعتقلين، نساء الشهداء، أمهات المعتقلين وأمهات الشهداء اللواتي بفضلهن بقت هذه الثورة إلى هذا اليوم. كانوا ولا زالوا هم الوقود الذين يدفعون أبناءهم إلى الحضور في الساحات والثبات في زنزانات النظام وفي زنازين النظام. لذا لابد أن نتوجه لهم بالتحية هنا على بعد المسافة بيننا وبينهم، نقول لهم وأيضا إلى المعتقلين والمعتقلات في السجون والشباب والمطاردين من الأطفال الصغار إلى الكبار، نقول لهم جميعا شكرا لكم لأنكم أنتم الأمل، وبكم إن شاء الله سوف يتحقق النصر. ثانيا، لأننا في العام 7 للثورة، وكالعادة من المهم أن الإنسان يأخذ هكذا إطلالة عامة على الوضع في البلد. ففي هذا النقطة أحب أن أتحدث على أو عن الوضع السياسي والوضع الحقوقي والوضع الاقتصادي في البحرين. الوضع السياسي، نحن الآن في 2018، انطلقت الثورة في 2011، كيف هو المشهد السياسي في البحرين؟ من الملاحظ جدا بأن النظام في 2011 هو ذاته النظام في 2018، بمعنى أنه يدير ظهره إلى كل المبادرات التي تسعى أن يكون هناك حل سياسي، وأيضا يدير ظهره إلى كل مطالبة تسعى إلى إزالته من الوجود في هذا الميل وفي هذا الميل، في كل الاتجاهين هو يدير ظهره إلى كل هذه المبادرات. حتى كان آخر مبادرة قبل شهر أو شهرين من قبل سماحة السيد عبد الله الغريفي، وكان يسعى إلى أنه يوجه رسالة إلى النظام أنه أوقفوا الإعدامات، صححوا من وضع سماحة الشيخ عيسى قاسم، وأفرجوا عن المعتقلين، ثم يكون هناك حوار وما إلى ذلك. حتى هذا المستوى البسيط ماذا عمل النظام؟ كيف رد النظام على ذلك؟ رد النظام بأنه أطلق وأصدر أحكام بالإعدام، ولا زالت مسلسلات الاعتقالات أكثر وأكثر، وكأنما هو يقول يعني باللبنان اصطفلوا جميعا كلكم. بالتالي في المشهد السياسي النظام يدور أو دائر ظهره إلى كل المبادرات ويرفض جميع الحلول ولا يريد أن يكون هناك أي أفق سياسي. بالتالي من يتحدث اليوم، يعني قبل يوم يومين أنا قرأت بأنه سوف يكون هناك اجتماع إلى الحرام الكبير بالبحرين الطاغية حمد مع المجموعة، مع مجموعة النواب والشورى، وهناك خبر بأنه سوف تكون هناك مبادرة قبل يوم أو يومين هذا الموضوع.
الكلام إشاعته بين الناس بهذه الصورة في ظل المشهد السياسي القاتم والمغلق هو أمر غير صحيح، لأنه من 2011 إلى اليوم المشهد على هو على ما هو عليه، النظام يرفض أي شيء، وبالنتيجة وبالمقابل يقوم باعتقال كل من يطالب بمبادرة أو يطرح مبادرة. لذا نقول بأن من يقول أن هناك مبادرة في الوقت الراهن والوقت القريب هذا كلام مغلوط وغير صحيح، وليس من المناسب أن ينشر وترفع بعض معنويات الناس ومن ثم يتم هبطها إلى الأرض أو ضربها إلى الأرض. النظام لا توجد عنده مبادرة ولا توجد عنده نية إصلاح على الأقل بالمدى القريب. على المستوى الحقوقي هناك أكثر من 4500 معتقل في البحرين، هناك أكثر من 10 نساء معتقلات، وتعلمون أنه من 2011 إلى الآن أكثر من 330 معتقلة تم اعتقالها في البحرين، وهذا الأمر ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين على الإنسان العزيز الكريم المسلم أن تعتقل نساؤه ويزج بهن في السجن. وتعلمون بأن الجلادين في السجون البحرينية لا يرحمون ولا توجد عندهم خطوط حمراء، وتم سحب أيضا أكثر من 410 من الجنسيات بينهم أكثر من 15 عالم دين. وبالتالي على المشهد الحقوقي على المستوى الحقوقي في البحرين النظام يمارس المزيد والمزيد من الانتهاكات. وقبل فقط أسبوع أو أسبوعين قام بإصدار أحكام على مجموعة من النساء بخمس سنوات فقط لأنهم قاموا بإيواء مطلوبين على حسب ما هو يقول، فقط خمس سنوات تساوي إيواء مطلوب، وقام بترحيل مجموعة من المواطنين. على المستوى الاقتصادي كيف هو المشهد الاقتصادي في البحرين؟ طبعا الإنسان عندما يقرأ هذه المواضيع أو يطلع على هذه العناوين يعرف كيف يقرأ الوضع في البحرين بشكل كامل وصحيح. على المستوى الاقتصادي الدين العام في البحرين وصل إلى أكثر من 82% من الناتج المحلي، يعني متخيل شلون الموضوع في الوضع الاقتصادي؟ يعني كل ما يدخل يروح، كل ما يدخل في ميزانية الدولة يروح إلى الدين العام. في عشر سنوات حتى نعرف هل النظام يتألم كما نحن نتألم أو لا يتألم، هو الوضع عنده طبيعي. في عشر سنوات تضاعف الدين العام في البحرين إلى 1381%. شوف النسبة 1381% نسبة المضاعفة في الدين العام، يعني كان 1.6 صار الآن إلى 23.7 مليار دولار. يعني البحرين في ماذا؟ على حافة الإفلاس، وتستعين بدول الخليج في الحصول على المال من أجل أن يصرف في الأمور الدفاعية، أما الشعب فيحصل على الفتات وهي في جانب الإفلاس. يعني لو ننتصر اليوم أنت عندك مشكلة حقيقية جدا، أن الخزينة صفر بل مفلسة بل مديونة. هذا على المستوى الاقتصادي بشكل سريع. ثانياً أو ثالثاً أحب أن أقف سريعاً مع كلام إلى أمير المؤمنين فيه فائدة لنا جميعاً، وهي وصية الأمير المؤمنين عندما قال وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هنا الإمام سلام الله عليه أعطانا بعدين أو نقطتين، أن يكون الإنسان خصماً للظالم من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون عوناً إلى المظلوم، ولم يحدد مكان إلى هذا الجانب. يعني لم يقل عندما تكون وجهاً بوجه مع الظالم يجب أن تكون خصماً للظالم، ولم يقل عندما تكون في منطقة قريبة من المظلوم يجب أن تكون ناصراً للمظلوم، لم يقل هذا بل على نحو عام. من هنا كيف نطبق وصية أمير المؤمنين ونحن في داخل البحرين ونحن في خارج البحرين؟ هذا الكلام المهم.
كيف تكون ثائر وأنت في البحرين وتكون ثائر وأنت خارج البحرين؟ لماذا؟ لماذا أطرح هذا السؤال؟ وهو أعتقد هذا أمر مهم ونحن نحيي ذكرى الثورة، لأنه يعتقد البعض أنه يمكن أن يكون ثائرا في البحرين ويمكن أن يحصل على إجازة حتى ما لا نهاية عندما يخرج خارج البحرين، يعني فقط هو ضد الظالم ومعين إلى المظلوم فقط في البحرين، أما خارج البحرين هو مغلق شبل، ما له خص، ما له علاقة أصلا، فقط ينكفي على أمور الحياتية وينتهي الموضوع. نقول في داخل البحرين قبل الإنسان من السهل أن يطبق هذا الكلام، ليس أقصد من السهل أنه لا توجد هناك تحديات، ولكن تطبيقه واضح، أن تكون في مواجهة الظالم، تخرج الساحات، توثق الانتهاكات، تقوم بإيواء المطلوبين. هنا بين قوسين من يقومون بإيواء المطلوبين اليوم في البحرين النساء ربما أكثر من الرجال، لاحظوا مستوى شجاعة النساء في البحرين عندما نقول نقف لهم إجلال هؤلاء النساء. وأمورا أخرى، كل على سعته وقدره في البحرين، وهناك أيضا جوانب أخرى لا نستطيع أن نتحدث عنها، ولكن مواجهة الظالم ونصرة المظلوم في البحرين واضحة جدا، وليس هنا الإشكال. المشكلة في ماذا؟ في من يقوم بإصدار إجازة شخصية إلى نفسه عندما يخرج خارج البحرين. نقول له تذكر وصية أمير المؤمنين. وصية أمير المؤمنين تقول لك ولي كلنا نحن الذين خارج البحرين لا يمكن أن تحصلوا على إجازات، لا يوجد شيء اسمه إجازة عن أن تكون خصما للظالم ومعينا إلى المظلوم، لا يمكن أن تقول أنت من شيعة أمير المؤمنين وأنت على خط أمير المؤمنين وأنت ثائر حقيقي، لا يمكن. هنا أيضا لأنه هذه مشكلة حقيقية مبتلى عند من يخرج من البحرين ويقوم بإصدار إجازة إليه، نقول لهم إلى هذه الفئة تذكروا رأس الحاج عيسى الذي فجره النظام، تذكروا رأس الشهيد أحمد فرحان، تذكروا النساء أخواتكم أمهاتكم الذين اعتدوا على عرضهم في سجون البحرين، ألا تهز منكم شعرة؟ ألا تجعل دمكم يغلي؟ لماذا الدم يغلي فقط لمن هم داخل البحرين وعندما تخرجوا خارج البحرين تكونون كالدجاج كالنعامات؟ هل من تم الاعتداء على عرضها في البحرين قبل سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات هل جف دمها اليوم؟ هل بردت الحرارة؟ لا، لم تبرد. إحدى النساء اللواتي تم الاعتداء على عرضهن في السجن قامت باستخدام بعض الحبوب، ليس بالأمر البسيط، ويعلم الله الآن هي كيف نفسيتها. لذا أقول رسالتي إلى من هم خارج البحرين، دوركم لم ينتهي، كل إنسان يسعى إلى أن يكون في مواجهة الظالم وهو هذا الطاغية الصعلوك وأن يكون في نصرة المظلوم. بعضهم يقول كيف أكون في نصرة المظلوم؟ أنا موجود في برلين، في ألمانيا، في بريطانيا، ما أعرف وين، كيف أكون في نصرة المظلوم؟ أقول له ولو بكلمة، لا تستهين بالكلمة، ولو بكلمة. تويتر كم؟ أكثر من 140 حرف. طيب اكتب تويتر، اكتب في إنستغرام، أقل شيء. إذا لا تستطيع، لا تعرف كيف، اكتب. بعضهم يقول إنه لا توجد فائدة، أنت تقول لا توجد فائدة، لكن عند الله أنت أديت اللي عليك بالحد الأدنى. لذا أتمنى رسالتي إلى من هم متواجدين خارج البحرين، رسالتي باختصار إليهم، لا تكونوا في خط الظالم، بالعكس الموضوع، لا تكونوا في خط الظالم، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا تكونوا في خط الظالم ولا تسكتوا عن نصرة المظلومين ولو بحرف واحد. آخر شيء، متى النصر؟ هذا من الأسئلة التي عادة تكون في كل عام، في كل عام عندما تأتي الذكرى أنه متى ننتصر؟
خلاص له صح؟ بس كسرونا طحنونا تعبونا سجنونا عذبونا، طيب متى يعني؟ متى النصر؟ في هذا الجانب أول شيء شنو هو النصر أصلا؟ ما هو النصر؟ تحقق أمور على المستوى الخارج، إنه يكون هناك حصلت على الأشياء اللي طالبت حصلت فيه حصلتها، هل هذا هو النصر أو لا؟ ما طيب في تونس حصلوا على بعض الشغلات، حصلوا انتصار، في مصر كانوا يطالبون بإسقاط من هذا اللي قبل مبارك وجلي بعده، حصلوا انتصار، صار انتصار عمليا، ما صار انتصار. طيب ما هو الانتصار؟ الانتصار على في مستوى خارجي وفي مستوى داخلي. النظام والعقلية العامة أكثر شيء تتحدث عن النصر شنو؟ الخارجي، إنك أنت حصلت مطلبك أو ما حصلت مطلبك، حصلت نتيجة عملية ملموسة أو ما حصلت. في هذا الجانب أيضا ما نحب أن نؤكد عليه، نحن مدرسة شيعة أمير المؤمنين، مدرسة الإمام الحسين. واسمحوا لي أيضا مدرسة الإمام الخميني رحمة الله عليه. نعتقد بأن النصر الخارجي مو شغلنا، شغلنا ومسؤوليتنا أن نقوم بالتكليف الذي هو علينا لا أكثر ولا أقل. أيضا على مستوى النصر المعنوي، ماذا أراد النظام أن يحقق على مدى كل السنين الماضية من 2011 الآن؟ شو الهدف الأساسي بالنسبة إليه؟ ما هو الهدف؟ هو هدف آل سعود، وهو تنكسرون تتراجعون ترجعون للبيوت لا أكثر ولا أقل، هذا هو الهدف بالضبط. لذلك تشوف مستوى الانتهاكات، مستوى طرق التعذيب، مستوى طرق القامع من 2011 الآن تنوعت، زادت 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 إلى الآن، زادت بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى هذا الهدف، يريد أن يقتلك معنويا، يقتل الأمل، ممكن نسميها الأمل. هذا الأمر هل تحقق بالنسبة للنظام أو ما تحقق؟ ما تحقق. لم يتحقق ليس فقط على من هم متواجدين خارج السجن، يعني في البيوت أو في الشوارع، لا، بل حتى على من هم متواجدين داخل السجن. يعني اذهب واليوم الى استاذ حسن مشيمع مريض بالسرطان وهو معرض في اي لحظه الى الموت، لو سالناه ماذا، هزمت انكسرت قابل ان تتراجع؟ سيقول لك لا. استاذ عبد الوهاب في هذا العمر الكبير وبعد كل هذه السنين، لو تذهب اليه اليوم في السجن، يا استاذ عبد الوهاب تتراجع؟ هل هزمت؟ هل كسرت؟ لن يقبل. أيضا الشيخ علي سلمان وبقية المعتقلين، بقية الرموز في داخل السجن، كلهم جميعا كلمتهم واحدة، هؤلاء الذين داخل السجن وليس خارج السجن، داخل السجن كلمتهم واحدة، أن هدفك يا نظام من السعي إلى كسر الأمل وكسر الإرادة فاشل. هذا ما يجب أن نؤكد عليه ويجب أن نسعى إليه وأن نفهم كيف يفكر العدو، ما يفكرون به أن يكسروا من إرادتنا ومن عزيمتنا ومن أملنا. هذا الأمل يجب أن يبقى، هذا الأمل يجب أن يبقى. وأختم بقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا هو السؤال من ذاك اليوم إلى اليوم، متى نصر الله؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يعطينا الداس: ألا إن نصر الله قريب. لم يقل الله بكرة ولا بعد بكرة،
ولا بعد 5 سنين ولا 10 سنين، قال فقط قريب. لماذا؟ لأنه يريد أن يعطينا درس في الأمل. فقط ابق الأمل، ابق الأمل بالله، وخذ بأسباب الناصر. ومن أسباب الناصر أن نضع جميعا يدنا بيد واحدة، وأن نحاول إبعاد العناوين والمسميات السياسية. نضع جميعا يدنا بيد واحدة ونتكاتف في وجه العدو كما هو يتكاتف في وجهنا، وإن شاء الله النصر سيكون من عند رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآل محمد.